بمبادرة من الرئيس وليد جنبلاط ودعم من النائب السابق نعمي طعمة، افتتح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار مركز الخدمات الإنمائية في المختارة بحضور السيدة نورة جنبلاط والنواب مروان حمادة، بلال عبدالله وغسان عطالله. هذا المركز الذي كان مقراً حزبياً للحزب التقدمي الاشتراكي بات يحتضن عيادات ويقدم خدمات طبية وصحية واجتماعية لأبناء المنطقة. حجار وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال أشار إلى رمزية هذا المركز كون المختارة هي العيش المشترك على حد تعبيره، مثنيا على مبادرة الرئيس وليد جنبلاط والأستاذ نعمي طعمة. العودة إلى هذا العمل المشترك، هذا العمل الاجتماعي، هذا العمل الصحي، حتى هذه المبادرات على مستوى كل الجبل، أعتقد أنه نحن بحاجة لها، وبعتقد أنه نحن لازم نغير من بعضنا الاشياء الجميلة. يعني ان شاء الله هذا المركز بنشوف مثله مراكز في كل لبنان. من جهته شدد عبد الله على ضرورة إعادة افتتاح المركز بحلته وتجهيزاته الجديدة لاحتضان الاحتياجات الطبية والصحية للقرى المحيطة. ضروري بهذا الظرف يؤدي خدمات اجتماعية وصحية لمختارة وقرى المحيط بمساهمة من الرئيس وليد جنبلاط والأستاذ نعمي طعمة، وأكيد بدعم معالي الوزير. بعتقد هي الوظيفة الاجتماعية الصحية لهذا المركز رح تتطور مع الوقت، أولاً حاجة الناس بهذا الظرف الاستثنائي، وثانياً الدعم والاحتضان للمحيط لهذا المركز. ممثل النائب السابق نعمي طعمي توني أنطونيوس أكد دعم طعمي توفير الخدمات الطبية والصحية للمركز ومساندته لأبناء المنطقة. نظرا لحاجة المنطقة وأهالي المنطقة لهذه الأمور المستعصية بسبب الظروف الصعبة التي نمر بها، فتم تجهيز المستوصف بعيادات للأنف والحنجرة والصحة العامة والعيون وطب الأسنان وصيدلية تحتوي على مختلف أنواع الأدوية. أما حميدي فاعتبر أن افتتاح المركز في المختارة مثال حي للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مثنيا على رؤية القائمين بإنضاج هذه المبادرة. ويأتي في وقت ضروري لملاقاة حاجات الجبل ولبنان طبعا، ولكن حاجات الجبل في هذه الأيام. الوصول إلى هكذا مركز سهل البلوغ، سهل الدخول، متوفر الطاقات التمريضية والطبابية، يكون هدية كبيرة من وليد جنبلاط ومن الدولة اللبنانية لهذه المنطقة وللمختارة تحديدا. بدوره النائب غسان عطالله أثنى على وجود المركز في خدمة أبناء المنطقة. نحن دايما بندعم هيدي الخطوات، ونحن دايما حدا وحد كل وزارة بالدولة عم تتطلع بأهلنا اللي عايشين شوي أبعد من بيروت، لأنه نحن بحاجة عن جد لهيدي اللامركزية والتوسع أكتر بالمناطق الريفية تيبقوا أهلها فيها وتنساعد إنه نحافظ عليهم موجودين فوق ونكون حدهم بكل الظروف اللي هن موجودين فيها. نخبة من الأطباء والمتخصصين سيتولون تقديم الرعاية والخدمات الطبية والصحية في هذه الظروف الصعبة، بالإضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى. هذا المركز له خدمات صحية وخدمات اجتماعية. خدمات صحية حالياً حكيم طبيب قلب، طبيب صحة عامة، طبيب أطفال، طبيب نسائي، طبيب أسنان. والخدمات الاجتماعية نحن في عنا جمعية عم نشتغل معها، جمعية إجوساب أفضل وزارة، هي بعتقد مشروع من مشاريع الوزارة، عم تعملنا مثل مساعدات للأكثر فقرا. افتتاح مركز الخدمات الإنمائية في المختارة يعكس الإصرار على الوقوف إلى جانب أبناء المنطقة عبر تحسين الخدمات الصحية في المجتمع وتقديم الرعاية الاجتماعية ومواجهة التحديات الصعبة.